السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ احلى الاكلات في مطبخ حرونو. انا النهارده باذن الله هعمل لكم حاجه جديده، اتهيأ ان محدش عاملها قبل كده، بس انا باذن الله هجربها معاكم واشوف النتيجه واقول لكم عليها. هي ايه؟ انا معايا، عارفين ده ورق اللفت. ورق اللفت ده انا اسمع ان هو في المحشي بيبقى حلو، انا ما جربتش قبل كده، بس انا باذن الله هجربه معاكم واشوف النتيجه واقول لكم بما يرضي الله. انت هتخلي لي ده والورق ده، هنعمل فيه زي ما عملنا في ورق الخاص، هنسخن شويه ميه ونحطهم فيها كده ونطلعهم على طول عشان يدبل ونعرف نلفه مع بعض. انا هروح اسخن ميه واحطه فيه، وتعالوا بقى نشوف ايه الفراخ بتاعتنا. هنتبلها بتتبيله المره دي، التتبيله جامده جدا ان شاء الله هتعجبكم وهتعتمدي عندي باذن الله. هتطلع منها احلى فراخ مشويه على الرف بتاع البوتاجاز. انا معايا وراك وصدور، معايا باذن الله شفشق الخلاط هحطه فيه، طماطم متقطعه وفلفل اخضر وفلفل احمر وبصل شرايح في الخلاط بتاعي. معايا معلقه زبادي كبيره، معايا ليمونتين معصورين كبار، ومعايا معلقة خل، معايا التوابل بتاعتي، معلقة ملح كبيرة، معلقة ملح كبيرة، ومعلقة كركم وكاري وقرفة وفلفل اسود وشط حسب الرغبة زي ما انت عايزة تحطي، وبهارات مشكلة وكاري. ده ان شاء الله كله يحطه على بعضه في الخلاط. هضرب بقى ده كله في الخلاط ورجعت لكم تاني حبايبي. اهوت بعد ما ضربت المكونات بتاعتنا كلها في الخلاط، هنحطها على الفراخ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ ايه؟ نقلب الفراخ بتاعتنا كلها كده بالخلطة بتاعتنا كويس، ونسيبها حوالي ساعتين، ده اقل حاجة. هي المفضل ان هي تبات في على رف التلاجة في التتبيلة بتاعتها دي، تاخد منها احلى طعم. بس ما فيش وقت بقى، لو عندك وقت اعملي فيها كده هتاخد منها احلى طعم باذن الله. بعد ما تتبل معانا ساعتين هنحط كوبايه ميه في طبق في صينيه زي دي كده، وبصلايه متقطعه وليمونه، ونحط الشبكه بتاعتنا بالطريقه ديت، ونحطها ايه، ونحط الفراخ بتاعتنا عليها على الرف الوسطاني تحت الشوايه، بس ما نفتحش الشوايه، نولع الفرن على اعلى درجه ونقفل الفرن. لو الفراخ احتاجت في الاخر تتحمر شويه ممكن نولع الشوايه. يعني هحطها بعد ساعتين على الشبكه ديت في وسط الفرن على نار عاليه، وارجع لكم تاني باذن الله بعد ما اسويها. وان شاء الله هاخد ال بتاع الورق اللفت ده هعمله زي ما قلت لكم دلوقتي، وارجع تاني باذن الله نشوف هنحشيه مع بعض ازاي. ورجعت لكم تاني يا حبايبي اهوت بعد ما جهزت الخلطه بتاعه المحشي بتاعتنا، خلطه عاديه خالص، بصل على البوتاجاز وصلصه وخضره وتوابل عادي خالص زي اي محشي. بدات انا دلوقتي صفيت الدور الاولاني، حطيت شرايح بطاطس وصفيت الدور الاولاني، يبقى معانا بالطريقه دي كده، طري كده ومقطعاه. نبدأ نلفه مع بعض عادي خالص زي بسم الله الرحمن الرحيم، زي ورق المحشي عادي خالص. بسم الله كده، وصفه بقى كده. انا حطيته في الصينية الصغيرة ديت، ممكن انت لو عايزة تحطيه في الفرن زي الرز المعمر زوديه وحطيه، ايه عايزة تحطيه على البوتاجاز حطيه عادي خالص، اي طريقة. بسم الله كده. انا هجربه معاكم النهارده واقول لكم باذن الله عن النتيجه بما يرضي الله. انا اول مره اجرب اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم كده عادي خالص، زي الورق بتاع الكرنب وورق الخس عادي خالص، نفس الطريقه دي كده.
اكمل بقية الكمية بقى يا حبايبي بنفس الطريقة ديت، وارجع لكم تاني بإذن الله بعد ما اسويه. رجعت لكم تاني يا حبايبي اهو بعد ما سويت المحشي بتاعنا، شايفين بسم الله ما شاء الله. وانا قلت لكم انا هقول رايي فيه بصراحه، بصراحه والله العظيم هو ألذ من ورق العنب، كمان طعمه جميل جدا، صار مستوي وطعمه خرافي يعني، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده يعني ما كنتش مصدقه والله ان هو يطلع بالجمال ده. شايفين بسم الله ما شاء الله، قلبه مستوي جدا وطعمه حلو. اتمنى ان انتوا تجربوه. ومعانا كمان الفراخ اللي احنا اتفقنا هنحطها على الشوايه في على الفرن. بسم الله ما شاء الله مستويه جدا وجميله، شايفين شايفين بسم الله ما شاء الله الفراخ مستويه جدا، شايفين السدره يعني السدر ده المفروض يبقى جامد شويه بالتتبيله بتاعتنا ديت. الفراخ طعمها جميل جدا ومستويه وريحتها حلوه واكنها مشويه عند الحات بالظبط. اتمنى يا حبايبي الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم منا كل جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.